هي المقربة من صدام في مجالسه، والمرأة التي أرهبت أمريكا من اغتاظ منها أسماها قطة صدام المدللة، ومن أحبها أطلق عليها لقب العالمة الحديدية. هي من طورت مدى الصواريخ لتصل إلى إسرائيل، العالمة في الذرة وحاملة أسرار الأسلحة البيولوجية، عضو القيادة القطرية وصاحبة التسلسل 53 ضمن قائمة 55 مطلوباً للقوات الأمريكية. هي الوزيرة الوحيدة في العراق التي تحمل رتبة عسكرية، سيدة الجمرة الخبيثة هدى صالح مهدي عماش. ولدت الدكتورة هدى صالح مهدي عماش النداوي في منطقة الأعظمية ببغداد عام 1953، وأنهت دراستها الابتدائية والثانوية في مدارس الأعظمية. عام 1971 تخرجت من جامعة بغداد ونالت شهادة البكالوريوس في علوم الحياة، وكانت قد حصلت في العام 1975 على بعثة دراسية علمية فسافرت إلى أمريكا والتحقت بجامعة تكساس، ومنها حصلت على شهادة الماجستير في الأحياء المجهرية بعد 4 سنوات. انتقلت بعدها إلى جامعة ميزوري الأمريكية ونالت شهادة الدكتوراه عام 1983 بعد طرحها رسالة الدكتوراه حول آثار الإشعاع والعلاج الكيميائي. تدرجت في المناصب من مساعد مختبر في كلية العلوم بجامعة بغداد حتى شغلت منصب نائب جمعية الأحياء المجهرية العراقية. تنامى دورها بعد إسناد ملف إعادة إحياء مشروع الأسلحة الجرثومية. اكتسبت هدى عماش الشهرة والاهتمام الإعلامي والسياسي بعد ظهورها في اجتماعات القيادة القطرية بجانب الرئيس صدام حسين، إذ كانت أول امرأة تحضر الاجتماع مرتدية الحجاب والبدلة العسكرية. ومن الأسباب التي أدت إلى وصول هدى إلى هذا المنصب والدها صالح مهدي عماش، أحد المسؤولين البارزين في حزب البعث العراقي، والذي جرده صدام من منصبه كنائب رئيس جمهورية، ثم أرسله سفيرا للعراق في موسكو كونه من الجناح العسكري للرئيس السابق أحمد حسن البكر. لذا جاء الاهتمام بها إرضاء لوالدها ولقربه من جهاز CIA منذ أن كان ملحقا عسكريا في أمريكا. لعبت هدى عماش دورا مهما عند إعادة بناء منشآت الأسلحة العراقية بعد حرب الخليج عام 1991. تدربت على يد عراب الأسلحة النووية العالم العراقي ناصر هنداوي الذي كان يشرف على إنتاج الجمرة الخبيثة، واستكملت هدى مشواره من بعده إذ أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المطلوبين لها. اعتقلتها القوة الأمريكية عام 2003 في بغداد بعد أسابيع قليلة من الغزو الأمريكي على العراق، ولكن تم الإفراج عنها بعد عامين لعدم كفاية الأدلة، في حين ألقت السلطات العراقية القبض عليها مرة أخرى وحكمت عليها بالإعدام دون أي تهمة موجهة ضدها. بعدها عمل محاموها على تمييز الحكم الذي صدر بحقها، قاموا بإخلاء سبيلها لتغادر العراق متوجهة إلى الأردن. توفيت هدى عماش في العاصمة الأردنية عمان عام 2016، ومات معها سر الجمرة الخبيثة لتبقى لغزا محيرا حتى الآن. برأيكم، هل الجمرة الخبيثة حقيقة أم مجرد خدعة حرب؟